بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أعزائي المشاهدين أحبتي الكرام. أنا أبو أحمد الآزوري أحييكم داخل مدينة دير الزور. ها نحن الآن ضمن جولة ميدانية داخل حي الصناعة لكي نرى الدمار الكبير ووضع الجبهات هنا داخل هذا الحي. دعونا نرى سوية. هذا هو أحد المساجد داخل حي الصناعة المدمر. هذه هي مدينة الجامع. حتى المساجد لم تسلم من قصف عصابات الطاغية بشار، وأيضا هنا منازل المدنيين. أحبتي الكرام، هذا هو أحد المنازل المدمرة داخل حي الصناعة. الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المدنيين نتيجة قصف عصابات الأسد على هذا الحي